وانا كنخدم اليوم بعض النباتات، شويه ديال الورود نديرهم نحيدهم من هذا. قلت ما فيها بس نتشارك معكم الطاجين ديالي ديال اليوم. شنو داير في الطاجين؟ فاليوم عندي الطاجين ديال الخريف، سميته طاجين الخريف. علاش؟ لان الطاجين اللي فيه اليوم هو هذا. كاينه البطاطا الحلوه النجم ديال هذا الفصل، هذا البطاطا العاديه ما كنديرهاش ان دابا. البطاطا العاديه هي متعبه بالنسبه للبنكرياس، فالبطاطا الحلوه كاينه. البطاطا القصبيه، البطاطا القصبيه علاش سميتها القصبيه؟ اسم دقيق، لان الا حفرتوا الجدر ديال القصب غتلقاوها داير بحال هكا. والصفرجل، الوغ الصفرجل كذلك هو الغذاء ديال هذا الموسم هذا. وهذا البوارو. اذا عندي غادي نجيب البطاطا، عفوا البصله البلديه، البطاطا الحلوه، الشفرجل، البطاطا القصبيه. هذا سميتو طاجين الخريف. فهاد الطاجين هذا لما يتحضر ان شاء الله، وحضرته مرارا وتكرارا، فبدون اي ماده بروتينيه، يعني بدون لحم، كيجي مذاق ديالو رائع جدا. ولكن بشرط ان تكون البصله بلديه، وتكون الثومه بلديه، وتكون التوابل ديالك صوبه على يدك ومنقيها وطحنها، وتكون الملحه الحيه، ويطيب زيت الزيتون. فهذه الشروط: الثومه بلديه اللي صوبتها عندي هنا، البصله بلديه اللي صوبتها عندي هنا، ورقة سيدنا موسى أو ورق الرند، زيت الزيتون يعني طياب زيت الزيتون، توابل، الملحة الحية، وأنا كنستعمل لافلوغ يعني الوردة ديال الملحة، راه غنهضر لكم عليها إن شاء الله بإذن الله، زائد الشفرجل، بطاطا قصية، بطاطا حلوة. وغنوجدو الطاجين ديالنا. اللحم ما كاينش اللحم، الدجاج ما كاينش الدجاج. هذا الطاجين ان شاء الله اللي غادي نتغدى به اليوم. فهادشي علاش حاولت انا نشارك معكم هذا الطاجين، هذا طاجين الخريف. فطاجين الخريف، ولا لاحظتوا ان البطاطا الحلوه ولا البطاطا القصبيه ولا الصفرجل، هذه مواد غنيه بالمعادن والفيتامينات، والجسم ديالنا الان ما احوجه الى المعادن والفيتامينات. الا بغيت نهضر على هذا الطاجين فهو عملاق في التغذيه. فنتمنى لكم، نتمنى لكم ان هذه الوجبه تكون عندكم في المنزل محببه. تقدروا ديروها طاجين، تقدروا ديروا مثلا الشوربه ديال البطاطا القصبيه. الو جربوها، الشوربه ديال البطاطا القصبيه رائعه جدا كتجي. تقدروا تزيدوا مع هذا الطاجين هذا، تزيدوا واحد مرصوات صغار ديال القرعه الحمراء. فهاد الطاجين هذا يعني طاجين بالنسبه لي كنعتبره عملاق في التغذيه، بدون اي ماده بروتينيه. ممكن انكم تحضروه وتستمتعوا به. فانا شخصيا استمتع بهذه الوجبه هذه، انا لست من المستهلكين ديال اللحوم. يعني مره ماشي بزاف، يعني انا لا ما عنديش العاده ديال استهلاك اللحوم بكثره. فاحب هذه الخضر هذوما، والخضر موسميه، وهذا الطاجين ديال الخريف. شنو فيه؟ البطاطا الحلوه ولا البطاطا القصبيه فيها ماده الانولين، وماده الانولين هو غذاء البكتيريات اللي كاينين في الامعاء، يعني هو في حد ذاته بروبيوتيك، اللي كيغذي البكتيريات اللي هما دي بروبيوتيك. فلما كتغذى البكتيريات فوقايه من كل الامراض، وصالحه لكل الامراض. فهذه بالنسبه للبطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه ماده الانولين، زائد بالاضافه الى وجود الحديد، وجود الفيتامين سي، وجود فيتامينات جروب بي اللي كتساعد واللي مهمه الجهاز العصبي. الشفرجل كذلك، شوفوا ملي كتاكلوا هكا خضر نيء، شوف فيه واحد المذاق رائع جدا، زائد انه كيجمع الفم، هذاك اللي كيتسمى ليفي استرانجون. الوغ هاد الطريقه اللي كيجمع بها سميتها ليفي استرانجون، نستافدوا منه. فهذوما هما اغلب الخضر اللي كاينه دابا، بالاضافه الى من بين الوجبات ممكن انكم تستمتعوا بالفواكه الموسميه اللي كاين دابا. كاين البلوط، كاين البطاطا الحلوه، الوغ المذاق عندها ديال البلوط، عفوا البطاطا الحلوه عندها مذاق ديال البلوط، هي تعتبر من الفواكه
البلوط، البطاطا الحلوه، الرمان دابا هذا الوقت ديالو، الوقت ديال زيت الزيتون، التفاح ممكن الانسان ياخذه ما كاينش مشكل. فهذوما الاغذيه اللي ممكن الانسان يركز عليها في هذا الموسم هذا. فالطاجين ديال الخريف يتكون الان اللي غادي نصاوبوه، فيتكون من البصله الهنديه، الثومه الهنديه، الشفرجل المحلي، البطاطا الحلوه، البطاطا القصبيه، ورقه سيدنا موسى، الملح، انا قلت استعمل الورده يعني لا فلوغ ديال الملح، هذيك الساعه غادي نهضروا عليها. قلنا التوابل يكون مصاوبين بعنايه، زائد زيت الزيتون. فكنظن انا هذا هو الطاجين ديال الخريف. ممكن انكم تنوعوا فيه، ممكن ديروه هكا، ممكن ديروه بالاسماك باش هكا ننوعوا، يعني يكفي اننا نخليو هذا الطاجين وننوعوا الاسماك، راه نوعنا انواع المذاق. فهذا ممكن ندوزوا به يعني الاسبوع كامل، حتى شي نهار ما نعاودوا بحال الا صوبنا. يعني اليوم ندير طاجين هكايا، غدا مثلا نكثر بطاطا الحلوه، بعدو ندير نوع من الاسماك، بعدو ندير نوع اخر من الاسماك، وبالتالي ما يمكنناش نعاودو باش الناس ما يقولوش هذا المشكل ديال نطيحوها في هذا المونوتوني، ولا نطيحو في هذا الاعاده ديال هذا الطاجين كل نهار بهذا الشكل هذا. فاليوم في اكاديميه فن الحياه حبينا ان نهضر لكم على طاجين الخريف، من بعد ما حطينا الطاجين ديال الشتاء، يعني الطاجين ديال الشتاء باقي عاد حطيناه، الفول، الجلبانه، اللفت، الجل، خيزو، الوغ هادوما كاملين عاد حطيناهم ان شاء الله باذن الله، لي شو حتى هما درنا التنبيت ديالهم. فهادشي كامل هذا هو اللي غيكون طاجين ان شاء الله ديال فصل الشتاء، ما الطاجين ديال الخريف راه واجد دابا. فنتمنوا تتمتعوا بهذه الموسميه، لان الموسميه اول قاعده في علم التغذيه هي قاعدة الموسمية. فلما الإنسان ما يهدرش على الموسمية كنكونوا ما قلنا حتى شي حاجة. إذا الموسمية هي قاعدة أساسية. كنظن هذا التنوع الرهيب اللي كاين في المغرب ديال الفواكه والخضر ما كاين حتى شي مكان في العالم. وشوفوا الناس اللي كيشوفوا اللي كيعيشوا في العالم، قول لهم واش كاين هذا التنوع اللي كاين في المغرب. ما تسناوش العالم يهدر على الشفرجل، ما تسناوش الناس يهضروا على بطاطا حلوه، ما تسناوش الناس يهضروا على القلقاس او البطاطا القصبيه. علاش؟ لان واحد ما عندوش هذا المنتوج ما غيهضرش عليه. علاش؟ لان الا ولا يهضر عليه غيوليو الناس ديالو ما يطلبوه، ولا طلبوه يبقاو يجيبوه بالدوفيز بالعمله الصعبه، وهذا الشيء كيكون كيتزاد عليهم بزاف هذا المسائل هذه. فاحنا عندنا هذه العمله الصعبه، الوغ هذا هو البترول ديال المغرب، البترول ديال المغرب هو وليدات المغرب، هما المنتجات ديال المغرب. فهذوما هما الوقايه من جميع الامراض. ولو كان الانسان مشى مع هذا النمط هذا، دابا الان الناس كيقولوا البطاطا الحلوه كي دايره البطاطا الحلوه، كاين اللي ما كيعرفهاش. اللي خصكم تعرفوا باللي العرب كانوا كيدونوا قديم الزمان، كانوا كيدونوا التدوينات ديالهم، تم الطمس ديالها وتم الاتلاف ديالها، وجات من بعد الحرب العالميه ولات بلاصه البطاطا الحلوه ولات البطاطا العاديه. خصكم تعرفوا باللي المغرب كامل كان كيزرع البطاطا الحلوه، كامل المغرب كامل كان كيزرع البطاطا الحلوه، وتزرع في جميع انواع التربه، كتحط في شهر خمسه عويدات دايره بحال اللوايه وكتسقى، ودابا كتكون واجده. فهذه كتزرع في المغرب كامل. اذا به كنلقاو دابا باللي طغات هذه البطاطا العاديه، والبطاطا العاديه راه شخصيا دابا ما كنستعملهاش وما كندخلهاش لداري، لان يعني اي ان هذه البطاطا العاديه هي متعبه للبنكرياس، متعبه. علاش؟ لان يعني البطاطا العاديه فيها اكياس النشا، البطاطا الحلوه فيها الانولين بحال البطاطا ديال القصبيه، ماده الانولين مغيره تماما من حيث العمليه ديال الهضم ديالها وديال الايض ديالها وديال الاستقلاب ديالها مقارنه مع النشا اللي كاين في البطاطا العاديه. فنظن ان البطاطا العاديه يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا البطاطا العاديه ما كندخلهاش عندي للدار دابا. علاش؟ لانني مستغني عليها، لانه ماشي الفصل ديالها. بقدر ما كنستعمل الشفرجل، كنستعمل البطاطا الحلوه، كنستعمل البوارو، كنستعمل البطاطا القصبيه، البصله البلديه والثومه البلديه. فهادشي هذا كامل هو اللي ممكن نديروه في النجم ديال هذا الفصل هذا اللي هو طاجين الخريف. فكنتم في هذه الحلقه مع طاجين الخريف، طاجين اللي هو الانسان اللي اليوم ان شاء الله الا كتب غادي نتغداو به، وانا كنوجد هذا المسائل هذه. فخليت لكم الراحه ان شاء الله في حلقه مقبله 16 و17 و18 عندنا خرجه مع الاسره، غتكون البدايه ديال موسم جني الزيتون. عندنا خرجه اللي غنمشيو فيها من النواحي مدينه وزان شفشاون، يعني بين وزان وشفشاون.
غتكون في احدى اجمل دور الضيافه اللي كاينه في المغرب. غادي تكون عندنا الاقامه ديال الليله ديال الجمعه والليله ديال السبت والحد ان شاء الله غادي نرجعوا بحالنا. يعني عندنا الجمعه والسبت والحد الانشطه غتكون ان شاء الله راه كاينه في الاعلان. الانشطه غتكون ورشات على زيت الزيتون، كيفاش نصاوبوا زيت الزيتون، كيفاش نحمضوا زيت الزيتون. وعاد عندنا تقريبا واحد 100 شجره ديال زيت ديال الزيتون للمشاركين اللي معنا ان شاء الله غادي يسقطوا الزيتون. يعني تقريبا غنقسموا على واحد 4 ديال لي جروب، 4 ديال المجموعات خلال طول المده ديال الشهر. كل مجموعه غتكون عندها 25 زيتونه اللي غتسقطها، يعني غيسقطوا الزيتون الجروب، المجموعه غتسقط الزيتون وغنجمعوا الزيتون وغنديروا الورشات. هادشي كامل ان شاء الله غيكون اول جروب غيكون ان شاء الله نهار 16 و17 و18 من هاد الشهر، هذا هي شهر نوفمبر. كذلك يوم 25 نوفمبر ان شاء الله في مدينه مراكش غيكون ان شاء الله دوره تكوينيه تطبيقيه، ماشي غادي غير نهضروا، غادي يكون عندنا تطبيق فيما يخص تقنيات الطبخ وكيفاش نطبخوا بالجانب الصحي. غادي نوريكم من الاضافه الى كيفاش نصاوبوا السمن والخميره البلديه اللي تعودتوا ان شاء الله على شكل ورشه، كيفاش نصاوبوا السمن، كيفاش نصاوبوا الخميره البلديه. غنضيفوا اشياء اخرى في الطبخ اللي كنهضروا عليها دائما في الجانب الصحي، من اجل اننا نوريوكم ونتقاسموا، ماشي نوريوكم نتقاسموا الجانب العملي، لان غيكونوا عندنا سو فورم ديال مجموعات وكل مجموعه تكلف بحاجه. يعني حنا نجيو للدوره اللي غادي نتناقشوا او ميم طون في نفس الوقت غادي نخدموا بيدنا من اجل اننا نخرجوا شي حاجه اللي هي عمليه، لان اللي كيهمنا حنا هو الجانب العملي. اذا نهار الفوج الاول غيكون 16 17 18 للاسف تقريبا الفوج قرب يعمر. حاولوا شوفوا فالفوج اللي وراه ان شاء الله، المجموعه اللي وراه في الخرجه في موسم جني الزيتون خارجه مع الاسره، راه ان شاء الله التسجيلات مفتوحه. اتصلوا بالاستاذ عثمان ولا بالاستاذ سمير، غادي نخلي لكم الهاتف ديالهم ان شاء الله باذن الله. زائد نهار 25 شهر كاينه دوره تكوينيه في مدينه مراكش الجانب العملي باش نشتغلوا ان شاء الله باذن الله. فالى هذا التاريخ هذا والى الملتقى كنت في الحياه، كنت في اكاديميه فن الحياه، والموضوع ديال اليوم كان على الطاجين ديال الخريف. فنتمنى لكم الصحه والسلامه وخليكم الراحه، وما تنساوش خلونا نعيشوا الحياه. اكاديميه فن الحياه، وما تنساوش اكاديميه فن الحياه، عالم قديم يناديكم. السلام عليكم.